مهدي جماعة كورديناتور نتاع جمعية نادي نابل الكتاب، وغدوة خير. أما الخير شنو؟ عسلامة مهدي. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. جيتنا من نابل؟ أيه. مرحبا بك. عايشك. أنت شكون؟ أنا مهدي جماعة. كورديناتور نتاع جمعية نادي نابل الكتاب في نابل. داكور. وكمهنة إكسبير كونتابل ستاجير. وشنو تعمل الجمعية نتاعكم؟ الجمعية نتاعنا تنشط في الميدان الثقافي. ملول بدينا معناها بكونسيبت سهل برشا، نتلقاو كل شهر اوتور دون ليكتور كومون، نختاروا كتاب معناها ونتلقاو في قهوة باش نناقشوا هذيك الحكاية. وإن شاء الله لو 18 مارس مش اون فيتي نو 8 ans، 8 سنين ملي بدينا النشاط هذايا. وتويكا عندنا أكثر من 106 ليكتور كومون مع بعضنا. وباقي في قهوة ولا فما لوكال؟ حقيقة فما لوكال آخر معناها اللي هو يستضيف فينا، لوكال جيلين في نابل، هو معناها بلاصة دار عربي ولات ان سونتر كولتوريل. سي خالد نوز أكوي غاديكا دون فاسون غراتويت ويعطيه الصحة، جو لو رومارسي ديسي باغيو. مهدي، كان نسألك غدوة كيفاش ترا؟ شنو تجاوب؟ غدوة الحقيقة أنا عبد أوبتيميست أون جينيرال، دونك غدوة خير. وغدوة خير على خاطر تونس فيها برشا ناس تحب بلادها وتحب تغير، معناها لما اللي كل واحد لازم يعمل اللي عليه في البلاصه اللي هو موجود فيها. اوكي، هذاك علاش نحكيو على بروغرام غدوة خير تاع لاستيتو فرونسي اللي جمعياتكم واحده من 13 جمعيه لوريات في البروغرام هذا. وكيفاش نجمو نشوفوا البروجي نتاعكم في السلوغان تاع البروغرام هذا اللي هو ريزيليونس ديموكراتيك ابليكاسيون سيتويان؟ البروغرام تاعنا انا الحقيقه كي الجمعيه تاعنا كي حبت على بوستولي في البروغرام هذا كان في نطاق الفيلوفيست. فيلوفيست هو مهرجان فلسفة حابين نعملوه في مدينة نابل في شهر أوت. مهرجان هذايا عليها عملناه على خاطر عنا أكثر تو من 5 أو 6 سنين بريسك دينا كونسيبت متاع لي كافي فيلو في نابل، نتلقاو مرة كل شهر أوتور دون كيستيون فيلو. وعنا المديراتور متاعنا سي جمعة السويسي اللي يحكي لنا على لي كورون فيلوزوفيك كومون إيزون أبوردي لا كيستيون هذيك، ونعطيو بعديك لا ليبرتي اي لا بارول لكل عبد باش ينجم يتناقش فيها. مثلا البارح نهار السبت لا كيستيون كانت لا بوليتيس تيل اون فيبلس، دونك يجي سي جماعه يقول لك كاسكو لا بوليتيس، شنو هو لو كونسيبت هذايا، كومون لي فيلوزوف لو ابوردي. ومن بعديك نعطيو الكلمه للناس اللي تنجم تجي معناها الدون سون افي، وندخلوا فيهم شويه الشك. وهذاك الاوبجيكتيف كان ان اونكري اون اغورا، معناها الاغورا في الاغريس انتيك هو المكان اللي تلقاو فيه العباد لي سيتويان باش يجمو يتناقشوا. دونك قلنا علاش لا مره في الصيف في شهر اوت، خاطر نابل كيما تعرفوا تحلى في الصيف. نعم ديما حلوه نابل، ديما حلوه نابل، اما في الصيف فما اكثر جو. قلنا هكا في الصيف نعملوا مهرجان. البروميير اديسيون عملناها في 2019، التيم تاعها كان ديموكراسي اي ميديا. والاديسيون الاخرى اللي في البروغرام غدوه خير عملناها أوتور دو كور الجسد، عملناها حول الجسد التام هذا. دونك مرة في العام يكون فما مهرجان يجمو يجيو الناس الكل، ساعات فما عباد تجينا من بلايص بعيدة باش تكون معناها كيما كيفاش نقول بيلغيناج للزاماتور دو فيلو يكون في نابل، ونجمو نتناقشوا فيه على دي سوجي اللي يهمونا الناس الكل، خاطر الفلسفة فان كونت بالنسبة لينا احنا هي تعلمنا كومون اون بو فيفغ ميو، وتحكي على الكوتيديان تاعنا راه، معناها راهي ماهيش حاجة صعيبة ومعقدة. En fin de compte, on aborde des sujets li l'arbet l'kol ma natemo. Kim qolt lek le festival amna w kan hawl el jasad. Donc win tlamitou win hkitou? Tlamina kima qolt lek fi el espace hada espace jinen. Espace jinen ma wosl mdin arabi fi Nabl. Bahna jen ta3mel ala 3 ayam. Nhar el loul hkina ala el jasad w el fan w kan el theme tao la danse comme acte de resistance. Hkina ala el raqs kifa yajem ykon مع الاكسبرسيون دو كور، كيف تنجم تكون نوع نتاع ريزيستونس، كيف تنجم تعبر على الافكار نتاعك عبر الجسد نتاعك. وكان عندنا ضيفين مع حذانا، كانوا عندنا معناها حبينا نجيبوا احنا سي رشدي الكاسمي، اما مالوغوزمون لا با بو فونيغ، مي كان نقاش خارق العاده و يافي بلو دون سنتين دو بيرسون نهار الاول. وعملنا بيان سور في الوسط فيستيفال فما بروجيكسيون تاع افلام، فما اكسبوزيسيون تاع دي بيس تاع دي فوتو و دي بانتور. وعملنا الصبحيات للصغار، انا في دلا فيلو بور انفون كانت معنا هدى الكافي. مدام هدى الكافي سي اون بروف دو فيلو اللي مختصه في الفلسفه الاطفال، وجبنا معنا الوليدات الصغيرات تاع نابل خلينا اعطيناهم الفرصه باش يجمو يشاركوا في النشاط هذا. نهار الثاني التيم كان الجسد لو كور بيرفورمون،
دونك حكينا على جسد كيفاش احنا عايشين في مجتمع وفي عالم اللي لازمك تمشي لسال دو سبور وجسد شبيك ضعيف شبيك سمين ولو كور بيرفورمون. دونك كان نهارتها معنا اسامه ملولي يحكي لنا اش معناها لو كور بيرفورمون كيسكو لو كور او تري او نيفو. كان معنا زاد ان كوتش سبورتيف يحكي لنا في سال دو سبور العباد على جيت على تمشي لسال دو سبور افان كونت. وزاد كان معنا شيرجان استيتيك شيرجان استيتيك حكي لنا زاد علاش العباد افان كونت تمشي زاد فيغ لو فيغ لا شيرجي استيتيك. ومعنا تاي بيان سور ديما افيك العباد اللي جيت تحكي على لوغ اكسبيريونس عندنا لو موديراتور فيلو اللي هو يلي فيه دو دوني لو بوان دو اكاديميك اي لا تيوري. ونهار الثالث انفا حكينا على الجسد و لو كور اي لسبري. في النهار الثالث كانت معنا اون نورولوج اللي اليوم قالت لي الا اسيي ديكسبوزي وين وصل اليوم العالم باش يقول شنو هو انفان كونت لسبري اسكوني اريفي انفان كونت دو دير شنو هو لسبري ولا. وحكينا بيان سور على لا دواليتي بين الجسد و لو كور اي لسبري كانت هذاك النهار الثالث. Durant les trois jours, il y avait des projections de ta film. Ou tu as dit le festival, l'Arkika Mana Barsaja. Ou j'imagine que le TTM, il y a eu un mouaïf, ou il y a des dakhlet li taqadou tfakrou tbi3a chno hal haka akthar insan tadakhul akthar haja tnajm taqad dima tfakr haqiqa nharfini nta le corps performant kan akthar nhar ymkon tḥakna fi khater kima tṣawru mana kim qalt l'intervention nta le coach sportif kanet haja tdhak chouy fa nqol lek qolalo alash fa l'abed jil wlad kol qolk tṭalou kotatkom fi l'marsh mana chou dok fika hayat kima haka. Ou qu'est-ce qui faisait les interventions de Tazrar, le philo pour enfants, tu crois de manière qui fait manière où qui fait chambre ou quoi Tazrar dit ma fille moche l'homme mais je mouche chambre mais je mouche amalère ou mais ils connaissent donc des réflexions intimes ils connaissent donc intimes. Bien sûr les problèmes techniques tu vois pour l'abeille qui organise dit ma ah ou le projection mais qu'est-ce que tu as ah ou manière ma femme j'ai le fournisseur qu'avait. La gestion technique dit me fait taraf. Ou c'est surtout, même si c'est un festival qui est 100% de taraf. Tous les membres qui ont organisé ça, c'est des bénévoles. Ou femme à rouge, on va te faire nous rejoindre à chaque fois, nous verrons ce qui s'est passé. مي خليو عندي دي تري بو سوفنير عندي انا والليكيب كل نصور معناها هذه وان شاء الله دون دوتغ زيديسيون علينا نزيدو نشوفو كل مره تيماتيك جديده. ميرسي بوكو مهدي. نخلي لك لو مود لافا لو مود لافا ان شاء الله غدوه خير وان شاء الله لونغ في نبل بوكرو 8 سنين ان شاء الله اكثر من 8 سنين وان شاء الله ليديسيون جاي نتاع الفيلو فيست في اوت يكونوا اكثر عباد معنا ونعملوا حاجه مخير باش نحكيو على الفلوس العام الجاي. Ça va être le thème central, ça va être l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Aïchik.